السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الساعات الأولى يا جماعة بعد صب الخرسانة بنلاقي فيه شروخ على سطح الخرسانة، شروخ متعرجة غير منتظمة، دقيقة جدا أو رفيعة جدا، بنسميها شروخ الانكماش اللدن. بعد تسلط الخرسانة أو وصول الخرسانة للمقاومة القصوى بعد 28 يوم بنلاقي فيه شروخ، ولكنها في الحالة دي بتكون أكبر قليلا من الشروخ الأولى، أكثر ظهورا، أكثر انتظاما، أكبر عرضا. هذه الشروخ بنسميها شروخ الانكماش بالجفاف. ما الفرق ما بين شروخ الانكماش اللدن وشروخ الانكماش بالجفاف للخرسانة؟ ببساطة يا جماعة، شروخ الانكماش اللدن بتحدث في الساعات الأولى بعد الصب، وخاصة بعد مرور أول ساعة ونص على الصب، لأن بتبدأ الخرسانة في مرحلة الشك الابتدائي. بتبدأ الخرسانة يا جماعة تفقد جزء من المياه السطحية اللي موجودة فيها بسبب تبخر المياه، ولأن المياه يا جماعة جزء من الخلطة الخرسانية، الجزء ده يا جماعة ناقص من حجم الخرسانة. إذن الخرسانة هتتقلص، الخرسانة هتنكمش على نفسها بحجم جديد. هذا الانكماش سيتولد عنه قوة شد على سطح الخرسانة. قوة الشد دي يا جماعة بتؤدي إلى شروخ رفيعة ومتعرجة وغير منتظمة، لأن نسبة التبخر هتبقى مختلفة من مكان لآخر. إذن هذه الشروخ لن تكون منتظمة، ستكون غير منتظمة، ستكون متعرجة، ستكون متداخلة. عشان كده دايما يا جماعة بنوصي بالمعالجة المبكرة في الساعات الأولى من عمر الخرسانة. أول ما خش في مرحلة الشك الابتدائي اللي هي بتبدأ بعد ساعتين من عمر الخرسانة، نقدر في اللحظة دي يا جماعة نبدأ معالجة الخرسانة، سواء بالطرق التقليدية زي رش المياه أو وضع الركام الناعم المبلل أو وضع خيش مبلل، أي طريقة من الطرق التقليدية أو عن طريق الطرق الكيميائية، أي طريقة يا جماعة المهم إن احنا نقلل كمية بخر المياه من السطح. لأن كل ما حفظنا يا جماعة على المياه السطحية الخرسانة وقللنا من مرحلة بخر هذه المياه، الخرسانة مش هيتعاد تشكلها، مش هتتقلص، مش هتتعرض لإجهادات شد على السطح، فبالتالي مش هتحدث شروخ انكماش لدن. أما شروخ الانكماش بالجفاف يا جماعة هي شروخ تحدث نتيجة ضعف الخرسانة على مقاومة قوة الشد التي تطرأ عليها أثناء عملية تسلط الخرسانة. طيب ليه الخرسانة يا جماعة ضعيفة في مقاومة إجهادات الشد اللي بتطرأ عليها أثناء عملية التسلط؟ ده يا جماعة نتيجة حاجتين. الحاجة الأولانية إن مفيش أسمنت كفاية كان موجود في الخرسانة دي. الحاجة التانية، لو كان عنده أسمنت كفاية ما كانش فيهم مية كفاية لإتمام عملية إماهة الأسمنت. وعملية إماهة الأسمنت يا جماعة ببساطة هي عملية تفاعل الأسمنت مع المياه للاستفادة القصوى من العجينة الأسمنتية اللي هي المادة اللاصقة اللي هي مادة الأسمنت يا جماعة. وعملية إماهة الأسمنت يا جماعة ما بتتمش في حالتين، الحالة الأولانية إن أنا أصلا الخلطة بتاعتي كانت ناقصة مية، الحالة الثانية إن فقدت المية أثناء ال 28 يوم بتاع عمر الخرسانة، تبخرت المية، ما عالجتش الخرسانة كويس، فبالتالي تبخرت مياه هذه الخلطة الخرسانية أو مياه هذه الخرسانة أثناء عملية التسلط، فبالتالي عملية الإماهة أو عملية تكوين المادة اللاصقة لم تتم. خرسانة المادة الأسمنتية بتاعتها ضعيفة، إذن هي خرسانة ضعيفة. إذن عند تسلط هذه الخرسانة، الخرسانة مقاومتها ضعيفة لمقاومة قوى الشد التي تطرأ على الخرسانة أثناء تسلطها، أثناء إعادة تشكيلها من جديد كمادة متسلطة. إذن هذه الخرسانة يحدث فيها شروخ، نسميها في هذه الحالة شروخ الانكماش بالجفاف. في النهاية أتمنى كنت قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكراً.